واختلف الوظيفة وهو ما الكلام الشيء. أما الإحرام ليس ركنا من أركان الحج بل هو واجب من واجباته. إذا قلت الدكر فيبطل الحج. واختار أخيرا الشيء في من حلقه وجوب الإحرام من المواقيت المكانية والزمانية، لأن بعض العلماء يقول من تمام الحج أن تحرم له من دويرة أهلك، بعض العلماء يقول في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قالوا قال ابن عباس من تمام الحج أن تحرم له من دويرة أهلك يعني من بيتك. ولهذا بعضهم جامدين هكذا، بعضهم يحرم من بيته وهو في المغرب الأقصى، وبعضهم يحرم من بيته وهو في الأفضل في تعب نفس التعب لا أشرت منه. وهذا الحديث ضعيف، حديث أن من تمام الحج أن تلقي أن تحرم له من دويرة أهلك، هذا الحديث ضعيف لا ينبغي الاعتماد عليه. فالصحيح أن الإنسان لا يلبي إلا من الميقات، مثل ما لا يصوم الإنسان إلا في يوم رمضان ولا يصوم دم رمضان ولا يصوم يوم الشهر، كذلك لا ينبغي الإنسان أن يلبي بالإحرام إلا من المواقيت، ولا يشرع له. ما وقفنا إلا أخيرا على أن هذا الحديث ضعيف، وإلا فالأولين كانوا يقولون أن هذا الحديث صحيح. ومن جملة من بين الإمام الحسين لبى وأحرم من شمعة عملا بذيال، من هذا الحديث الذي أن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك. وبعد بحثنا عليه فإذا هو حديث ضعيف ولا حاجة إليه، ولا سيما لمن كانت بلاده بعيدة مثل أهل ليبيا وأهل تونس وغيره، كما يقدر يحرم من طرابلس ومن تونس ومن الرباط إلى أن يصل إلى. ولهذا قال واختار أخيراً في السير وفي فتح المدين وجوب الإحرام من المواقيت المكانية والزمانية، فلا يصح للإنسان أن يلبي بالحج من شهر رمضان، لأن شهر رمضان ليس من أشهر الحج، والقرآن يقول الحج أشهر معلومات، فمن لبى بالحج في رمضان لا تنعقد التلبية، ومن لبى خارج الإحرام من تونس أو من المغرب أو من مصر فوجوده وعدمه على سبب الله مخالف للسنة. وقرر أخيراً عدم إجزاء إحرام من أحرم قبل المواقيت المكانية أو قبل وقت الحج خلافاً لقول الأول في الجواب في النهي والوقت في آخر مؤلفات الدهر، من لقى قبل ما يوصل إلى محل المواقيت فتلبيته غير صحيحة، مثل من لقى في رمضان وما قد دخلت أشهر الحج، لا يكون التلبية، لا يكون الإحرام ولا تكون التلبية إلا في أحد أشهر الحج وهي شوال وقعد والحج، ولا تكون التلبية إلا في المواقيت المنصوص عليها لا خارج المواقيت من أي بلد كانت. لكن إذا ودع والإنسان لبى من القاهرة أو لبى من دمشق ما حكمه؟ كلام الشوكاني الأول أنه بالجواز لا مانع لكن خلاف السنة، وفي بعض المؤلفات بيقول أنها وجود وعدما باطل لأنه خالف الشريعة، ومن كان دون هذه المواقيت فمهله من أهله، من قد كانت قريته ما بين الميقات وما بين مكة يحرم من مكة، من كان من أهل مكة يحرم من مكة، ومن كان من
الحديبية يحرم من الحديبية أو من القرية التي ما بينها وبين مكة، ومن كان دون هذه المواقيت فما هي من أهله حتى أهل مكة يهلون منها، وعاد للحج أما العمرة فيهلون لها من الحل ولا يتعين التبعي. والمواقيت البيتة متيت الشنا كل شيء فيها لأجل مواقيت على العراق، هل هي ميقات على العراق؟ هل هو بأمر من عمر أو بأمر من النبي؟ اختلف العلماء في ذات عرقد للعراقي، أما اليمن لليماني وما دام والجحفة للشامي وغير ذلك كنت الآن واردة عن النبي، لكن اختلف العلماء في ذات عرقد للعراقي. وأيضا أتبقي لأجل الآن مع قصة الجحفة تدبير القوم من أهل الشام أهل النصر وأهل الشام، الآن يلقوا من رابق، ورابق هذا رابق هي جنب الجحفة، والجحفة قد اختربت وأزيلت وقامت مقامها بجانبها مدينة رابق الذي يحجوا منها. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على المواقيت الذي محاطة لبلاد الحجاز، فقال أنه قال ذاك عرقل للعراقي وقرن المنازل للنجدي ويلملم لليماني والجحف للشامي. نقول الجحف للشامي ولكل من أيشي بالطريق الشام، للشامي وللمصري وللتونسي وللمغربي وللمريطاني ولكل من أيشي هذا. وهذاك للمدني وذو الحليفة للمدني، يعني من كان من أهل المدينة، ونقول ولمن برع من الحجاج من المدينة، وذلك للتركي المسلمين الذي يأتون من شرق أوروبا ومن تركيا، كذلك ذات عرق للعراقي وللأيراني والفارسي والأفغاني لها ولمن أورد عليها. وهذا يلملم لليماني لمن أنشي إلى مكة بطريق الساحل من طريق الهديد وحرب، ويختار طريق ساحل البحر أو في البحر أو في الطيارة. أما حجاج اليمن الذي كانوا يمشون من طريق الحجاج ما يصلوش لا يلملم، كانوا يحرموا من خارج الطائف من ما يقابل قرن المنازل للنجدي، أهل صنعاء وأهل اليمن وأهل حضرموت وأهل تعز كلهم كانوا يخرجوا من صنعاء في 21 شهر شوال، وبعدها يدخلوا إلى مدينة الطائف شرقي مكة وينزلوا يحرموا من قريب مكة. ما قد كانوا يحرموا من يلملم ولا يعرفوا يلملم. وادي اسمه وادي السيد، وبعضهم يقولوا وادي البحر وادي سيد فعلا. شاهدت الحجاج يحرموا بعضهم ويغسلوا من السيد، والراجل يطيريا البدوي والبدوي يتيله باردين تافيق التفاه ويتيله ريال أو ريالي ويستفي خلف الجنة هنا هيك يغسل ويلبيه. وكنت الحين مشينا مرة ثانية وإذا كنت بالمسجد كبير وحرفيات ودوشات وكلام لا أعظم جدا أهبادا
ولا احنا ما بلاش فسمى هذا كل ريح بتهب واحنا بنتشرق. هذا سيد أحمد زبالة قال لك أجل واحد قبل 30 سنة أن جده خارج من الميقات خارج وأنه ما مش مانع أنهم يحرموا من نص جده وأحرموا ودخلوا إلى مكة فسألوا علماء سعوديين قالوا لهم جده هي داخل والواجب عليكم أنكم تحرموا من الطيارة فأنتم دخلتم جدة بغير إحرام عليكم دم ورجعوا فلما مكة مجمع البحوث ومفتي السعودية ابن باز وهذا أعضاء البحوث جننوا أن جدة داخل وأن على اليمني والمصري والشامي وغيره أنهم يحرموا من الطائرة لا يوصلوا إلى جدة إلا وهم محرمين والنذير هذا منهم صاحب الكتاب بن زيد اسمه هذا عبد العزيز جند السوداني ها كل واحد ألف أن جدة خارج الميقات وأنه لا مانع للإنسان أن يحرم من وسط جدة أما المجمع البحوث في مكة فقرروا أن جدة تحرم ومن دخل مكة غير كافر كان ومن كان دون هذا ولا يجب الإحرام لمن لم يرد أحدا بشكيه إذا جاوز الميقات أو دخل مكة هذا خلاف ما قاله علماء المذهب الهادوي قال الإمام المهدي في الأزهار واللازم على كل حج على كل من جاوز يدخل إلى ميقات لا يحق لأي أفاقد مسلم هب أن يدخل مواقيت مكة إلا بإحرام غالبا عند علماء المذهب الهاتوي من يريد أن يدخل مكة للتجارة أو يريد أن يدخل مكة ليزور بريد أو ليتعاين أو ليشتري أي شيء أو يصلي صلاة الجمعة أو يطوف لا بد من ما يحرم غالبا احترازا من الرعاة وعمال الباص هذا الذي بيدخل ويخرج بسيارة الإجرة لا يجب عند الهاتوية أنه يحرم كل ما دخل لأن في اليوم الواحد يدخل مرة ثلاث هكذا ولكن الهاتوية الآن في هذا الأيام بعد بيعمل شبه الذي من أهل صنعاء أو من أهل الشارع أو غير من أهل اليمن المقرر بهم الذي بيجيوا في الطائف براعي لو ما يرجع الإماء يجلسوا لا يوم الجمعة ويخبروا يفعلوا دورة ينزلوا من الطائف يصلوا الجمعة في الحرم وبعدها يتموا ما يتغطوا إلا بالطائف قلنا هم بيحرموا قالوا لا قلنا لا خلاف المذهب أما الشوكاني وأما الأمير فقالوا لا يجب على الإنسان أن يحرم ويلبس أداة الإحرام حال ما يدخل مكة إلا إذا كان قاصدا الحج أو العمرة أما من كان سيدخل مكة لعجل يطف بالكعبة أو يصلي الجمعة أو يدخل مكة لعجل يتعالج أو يتجد أو يبيع شيء ولم يكن قصده لا حج ولا عمرة فلا يجب عليه أن يلبي ولا أن يحرم هذا هو معنى قوله ولا يجب الإحرام لمن ولا يجب الإحرام على لفظة الإيجاب تتعلق بعرق وهذا يقول ولا مانع لمن لم لا مانع لمن كذا أو
أما الإيجاب فيكون بلفظة على، ولا يجب الإحرام على من لم يرد أحد الشيخ صلحا، ولا يجب الإحرام على من لم يرد أحد الشيخ إذا جاء الديكار أو دخل مكة، لا يجب عليه إلا إذا كان حاجا أو معتمرا. أما من كان تاجرا أو يطلب العلاج أو يبيع شيء أو فلا يجب عليه، وهذا هو المعمول به. أنا تلافك تلاوش بدأنا والقاضي عبد الله الشلاحي وصلنا على جدة وإثنان سافر للأيران، قالوا الطيارة تتأخر إلى أردوخ، فقلنا ما دام عاد متأخر بدل مما نحجز الفاتنة ونختار فندق نشدنا أنا استعرف حولي إذا أنا حولي أنا من السفارة ولقيت من السفارة ودخلنا مكة، وهو قال أنا أشياء الحر أنا أصلي وأطوف فقط، هو بدي بداته وأنا بديت هذا لبست أداته. لا مانع عند المذهب الهاجرية تجب عليه أن يلبس أداة الإحرام ولو كان قصته أن يصلي في الحرم أو أنه يقص بالكعبة. ومن دخل مكة فإن عاصد للمجاهد وقد جاوز ميقاته ثم أراد النسك أحرم من حيث أنشا، ولا يلزمه النسك إلى الميقات. إحنا عازمين من شرعاء أن احنا نسير أيضا، ولكن إذا نزلت الطيارة هي تنزل تدار ساعة أو ساعة أو ساعة وتدور، لكن لما تأخرنا ما يلزمناش أن احنا نرجع إلى يلم لم نربي أين من هذا. ولهذا نقول لهم الذي يعيشي يزور المره في جدة والله يسير التجد يجي يقول لنا من أين أحرم، نقول له إن كنت قاصد تعتمر وعلى الطريق تزور المرأة هذا أو على الطريق تشتري لك من مكة أو جد الشيء فاحرم من الطائف، وإن كنت عازم على أنك تشيك لا جد لا الملك تزوره أو لا تشتري لك كذا كذا وعلى الهامش أنك تعتبر فلا تلقي من الطيارة، ادخل اعمل المحتاجة في الشيء ثم انشرحك من وسط مكة او من وسط جدة. لا بعد لمن نوى انه يعتمر انه يلقي من وسط البيت الذي في جدة او في مكة. ومن دخل مكة خير قاصد للنشاط وقد جاوز ميقاته ثم أراد النشاط أحرم من حيث أنشاء ولا يلزمها الرجوع إلى الميقات. حالة ينزل يلبي من وسط المطار أو من وسط الفندق ويدخل مكة. واختار في كتبه كلها عدى الوقت مشروعية الرشد للإحرام. قبل إذا كرر العمرة مثل محرمة في مكة يلبي من مكان ولا يسد الميقات. السيد العلامة محمد بن إسماعيل أمير جوز أن يلبي الإنسان لعمره من وسط مكة ما عاد يخرج إلى التنعيم، ولكن جمهور